بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها معركة الحديدة بين الضرورة السياسية والمحاذير الإنسانية. قبل انطلاق معركة الحديدة المرتقبة، يتصاعد الجدل حول تداعيات تلك المعركة بين من يراها معركة مفصلية وضرورية ستحدد مصير سلطة الميليشيا الحاكمة في صنعاء، ومن يراها عبئا مضافا على الحالة الإنسانية المتدهورة. ففي الوقت الذي تقدم الحكومة والتحالف العربي المبررات التي تجعل من معركة استعادة الحديدة هدفا غير قابل للنقاش، متهمين سلطة الميليشيا باستخدام الميناء للحصول على السلاح المهرب وتنفيذ عمليات تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، تحذر المنظمات الدولية من انعكاسات تلك العملية على الوضع الإنساني، برغم أن التحالف العربي كان قد طلب إشرافا أمميا على ميناء الحديدة وزيادة في عدد المراقبين المشرفين على العمليات في اليمن، غير أن الأمم المتحدة رفضت هذا الطلب، فيما قالت الحكومة أن جميع الموانئ والمنافذ التي تديرها أصبحت جاهزة لاستقبال المواد الإغاثية والحركة التجارية، في محاولة لمواجهة مطالب المنظمات الدولية التي تبدي معارضة شديدة لهذه العملية. يبدو إذن أن الموقف الدولي لا زال منقسما بشأن هذه العملية، فإلى جانب ما يبدو أنه ضوء أخضر أمريكي للتحالف للمضي قدما، كان الموقف الروسي واضحا في موقفه الرافض، فيما لم تتضح بعد مآلات هذين الموقفين وإنعكاساتهما على مسار العملية وعلى الأزمة اليمنية برمتها. للنقاش حول هذه التداعيات والسيناريوهات المرتقبة سيكون معنا للنقاش من بيروت الباحثة والكاتبة ميساء شجاع الدين، التي أتمنى أن تكون جاهزة الآن، ومن تعز الكاتب والصحفي عبد العزيز المجيدي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بالسؤال المشترك. والبداية معك أستاذ عبد العزيز، هل تعتقد أن معركة الحديدة ضرورية لاستعادة الشرعية؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى الأستاذة ميساء في بيروت. معركة الحديدة مثل كل المعارك التي يفترض أن يخوضها أي شعب من أجل الخلاص من قبضة ميليشيا، يجب أن تكون معركة مصيرية مثل أيضا بقية المحافظات، ولكن الحديدة هي شريان حيوي للميليشيات استخدمته خلال الفترات الماضية لتهريب السلاح والحصول على الإمدادات. وكان واضحا الشحنات التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية بما فيها أيضا بعض التقنيات الحديثة كالزوارق الانتحارية وبعض الصواريخ البالستية وصواريخ أخرى استخدمت في عمليات حربية بحرية أدت إلى استهداف سفينة إماراتية وفرقاطة سعودية. التحرير الحديدة أعتقد بأنه لأسباب عديدة مختلفة يجب أن يكون ذي أولوية بالغة بالنسبة للحكومة، سواء بالنسبة للحديدة أو بالنسبة لنتيجة الحرب وإطارها الشامل في اليمن. نعم، أشكرك أستاذ عبد العزيز المجيدي. لا أدري إذا كانت جاهزة معنا الأستاذة ميساء من بيروت. يبدو إذن أن هناك مشكلة، لا زال في استقبال الاتصال من بيروت مع الأستاذة ميساء. أشكرك عبد العزيز وأدعوك والمشاهدين الكرام لمتابعة هذه المادة التي توضح بعض المحطات والمعلومات المتعلقة بمعركة الحديدة المرتقبة. نشاهد ومن ثم نعود لسنا في النقاش. يعد ميناء الحديدة أحد أكبر موانئ البلاد وأكبر ميناء على الساحل الغربي. تمثل الحديدة المنفذ الوحيد المتبقي لميليشيا الحوثي والمخلوع بعدما استكملت القوات الحكومية تحرير مينائي المخا وميدي على البحر الأحمر. يستخدم ميناء الحديدة من قبل المنظمات الدولية لإيصال المساعدات إلى المحافظات الشمالية الخاضعة لسلطة الميليشيا. تتهم الحكومة والتحالف سلطة الميليشيا باستخدام الميناء كمحطة للتهريب والحصول على السلاح وتنفيذ عمليات تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر. أعلنت الحكومة والتحالف نيتهما استعادة مدينة الحديدة وميناءها بعد السيطرة على ميناء المخا. تواجه عملية استعادة الحديدة معارضة شديدة من قبل المنظمات الأممية بداعي المخاطر التي قد تواجه المدنيين، والتي من شأنها مفاقمة الحالة الإنسانية في البلاد بشكل عام.
عرض التحالف العربي إيقاف العملية العسكرية مقابل إشراف أممي على الميناء، إلا أن الأمم المتحدة رفضت ذلك الطلب. أعلنت روسيا رفضها أي عمل عسكري يستهدف الحديدة، فيما كانت هناك دعوات غير رسمية في الإدارة الأمريكية إلى دعم هذه العملية. نعم، عودة إليكم أعزائي المشاهدين، وعودة إليك أستاذ عبد العزيز المجيدي، إلى أن تتوفر معنا ضيفتنا من بيروت سيدة ميساء شجاع الدين. أستاذ عبد العزيز، كنت قد تحدثت في إجابتك السابقة عن ضرورة ملحة، ضرورة سياسية وعسكرية للبدء بمعركة الحديدة، لكن ماذا عن المخاوف والمحاذير الإنسانية المتعلقة بهذه المعركة؟ بالطبع يفترض أن أي عملية عسكرية تستهدف أي مكان مكتظ بالسكان وهو حيوي بالضرورة يجب أن يؤخذ بالاعتبار الجوانب الإنسانية والإغاثية التي يجب أن يتم التحضير لها جنبا إلى جنب مع التحضير للمعركة العسكرية. الحرب لا تخاض من أجل إلحاق الدمار و تحقيق فقط أيضا عدد كبير من القتلى في صفوف الخصم، هي أيضا عملية إنقاذ من جانب آخر إنساني للضحايا الذين يتم استخدامهم الآن أشبه برهائن في كثير من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. كما يقال الحرب يجب أن تكون حربا أخلاقية عندما يكون هدفها أيضا منع إشعالها مجددا، بحيث تكون عملية جراحية تهدف بدرجة رئيسية إلى جلب الاستقرار للبلد وإنهاء كل أسباب الانقسامات والصراعات التي يمكن أن تتشكل لاحقا. على التحالف العربي والحكومة الشرعية الأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بمدينة الحديدة كمدينة ذات كثافة سكانية عالية، بمعنى أنها إذا ما قررت أن تشن هذه العملية، ويبدو أن هذه العملية ربما تتأخر بعض الشيء لمؤشرات كثيرة تقول أن العملية ربما تواجه شكل من أشكال الابتزاز من بعض الدول وبعض ما يعتقد أنهم أو ما يوصفوا بحلفاء التحالف العربي. التحضير للحرب في الحديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار والبدء بتحضير المعسكرات النزوح الافتراضية التي من الواجب على الحكومة والتحالف العربي الاستعداد لمثل هكذا احتمالات قد تشهد من خلالها المحافظة نزوحا كثيفا للمواطنين من هذه المناطق التي ستكون هدفا لعمليات عسكرية. نعم أستاذ عبد العزيز، من المعروف أنها لا تتردد في استخدام كل ما يتحرك كدرع للقتال والبقاء أطول. نعم أستاذ عبد العزيز، لكن حديث هذه المنظمات لا يتركز حول مسألة النزوح ويعني توفير أماكن آمنة للمدنيين في تلك المنطقة بقدر تركيزهم على مسألة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية أو استمرار تدفقها من ميناء الحديدة. هل ترى بأن هذه الدعوات وهذه المواقف حقيقية أم مبالغ فيها؟ المنظمات الدولية يا سيدتي وعلى رأسها المنظمات التابعة للأمم المتحدة لا تستخدم هذا الجانب إلا لتمرير أجندة الميليشيات وبعض الأطراف والقوى الكبرى من أجل المزيد من الابتزاز للتحالف العربي والسلطة الشرعية. إذا كان هذا المبرر الذي تتحدث عنه المنظمات وهو الجانب الإنساني واستخدام الميناء لإدخال 80% من المساعدات، السؤال ماذا فعلت هذه المساعدات التي تدفقت خلال الفترات الماضية للناس الذين يفتقدون للحد الأدنى من الغذاء في كثير من المحافظات وعلى رأسها محافظة الحديدة؟ كيف تصبح المحافظة التي يفترض أنها الشريان الوحيد لتدفق أو الأساسي لتدفق مساعدات الأمم المتحدة إلى المحافظة الأولى في نسبة المجاعة بالجمهورية اليمنية، إن لم يكن السبب والذريعة التي تستخدمها الأمم المتحدة متهافتة وبالغة الهشاشة؟ هذه الذرائع تقول بصورة أو أخرى
إن الميليشيات يجب أن تستمر بالسيطرة على هذا الميناء بدون أي مسؤوليات حتى متعلقة بجانب إعادة توزيع المساعدات. الأمم المتحدة رصدت خلال الفترات الماضية طلبات لإمداد اليمن بالمساعدات الغذائية في السنة الماضية بحدود 1,200,000,000 دولار، وفي هذا العام هناك مبلغ تقول بأنه 2,200,000,000 دولار بهدف تقديم المساعدات لليمنيين. هذا الأمر لم يحقق أي شيء على الإطلاق في الأرض. الكثير من هذه المساعدات تعرضت للسطو والسرقة والنهب. نعم، في هذه الجزئية، أستاذ عبد العزيز، هل تعتقد فعلا تم احتجازها من الميليشيات؟ وهناك 63 سفينة إغاثية لم يعرف مصيرها حتى الآن، وتم سرقتها من قبل الميليشيات، ولم تحرك المنظمات الدولية ساكنا. إذن هذا الشريان لماذا يتم الإصرار على إبقائه بيد ميليشيات تقوم بالسطو والسرقة؟ لماذا؟ هذا هو السؤال أستاذ عبد العزيز. لماذا؟ هل تعتقد فعلا بالطرح الذي يتحدث عن تواطؤ هذه أو بعض هذه المنظمات وتورط البعض منها في صفقات فساد مع الميليشيا، خاصة يعني ونحن نلاحظ سكوت كثير من المنظمات حول جرائم نهب والاستيلاء أو استيلاء الميليشيات المسيطرة على الميناء على كثير من المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تمر عبر الحديدة؟ هل تتفق فعلا مع هذا الطرح؟ يا سيدتي، المقرر الخاص للأمم المتحدة في العقوبات والمختص بشأن العقوبات وحقوق الإنسان قبل يومين أصدر بيانا غريبا، وهو يتحدث عن عملية حصار على ميناء الحديدة ويحذر من استهداف الميناء أو البدء بأي عملية حربية في هذا المكان للاعتبارات إياها التي يتحدث عنها. هذا التبرير وهذا العذر الذي يتم طرحه من قبل هذه المنظمات أيضا يتزامن مع تحركات تقوم بها لوبيات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل يومين كان هناك تقدم 55 نائبا في الكونغرس الأمريكي بطلب للإدارة بطلب للبيت الأبيض بمنع أي عملية عسكرية على مدينة الحديدة، وبنفس الوقت أيضا عدم تقديم أي شكل من أشكال المساعدات للتحالف العربي سواء على المستوى اللوجستي أو ما يتعلق بإمداد السلاح، وعدم إمداد وبنفس الوقت ألا يكون أي إمداد للتحالف إلا بموافقة الكونغرس. هذا أيضا كان يأتي في سياق الترتيبات التي كان يفترض أن التحالف العربي قد بدأ بها خلال الفترة الماضية، وكان هناك تصريحات كثيرة لقادة ميدانيين وعسكريين وهم يتحدثون عن قرب عملية تحرير ميناء الحديدة. وكان يفترض بأن الرئيس الأمريكي ترامب خلال الأسبوع الماضي يبت في طلب تقدم به البنتاغون بحسب تقارير صحفية يطالب بالمزيد من الدعم للتحالف العربي. نعم، وقد سمعنا تصريحات لمسؤولين أمريكيين قدامى وجدد سيد عبد العزيز يؤيدوا إلى حد ما هذه العملية، وتحدثوا بأن من شأن هذه العملية تعزيز السلام والضغط على الميليشيات باتجاه الذهاب إلى عملية سياسية. لكن بحكم أننا لازلنا ننتظر الآن الاتصال مع سيدة ميساء شجاع الدين، دعني أتبنى وجهة النظر الأخرى التي تختلف قليلا فيما تطرحه أستاذ عبد العزيز. ألا تعتقد فعلا بأنه يعني هناك مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالجانب الإنساني، وخاصة مع غياب البدائل الحقيقية والمطمئنة فيما يتعلق بانتقال التدفق هذه المساعدات عبر ميناء آخر، خاصة والتجارب يعني أثبتت فشل إلى حد ما في إدارة يعني مشاريع من هذا القبيل من قبل الشرعية والتحالف؟ سيدتي الكريمة، عندما يتحدث أحد المسؤولين في الأمم المتحدة عن عملية حصار لميناء الحديدة وهي المنظمة التي أو المعنية بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن فيما يتعلق بمنع وحظر
دخول السلاح إلى يد الميليشيات، وهناك تفاهمات بين التحالف العربي والأمم المتحدة بشأن ترتيب عملية التفتيش للواردات إلى اليمن، وهناك ميناء جيبوتي تحول إلى نقطة يتم من خلالها تفتيش السفن القادمة إلى اليمن، وهناك عمليات مراقبة بحرية واسعة من قبل التحالف العربي تقوم بعملية التفتيش لا أكثر. البيانات التي تكذب تصريحات المسؤول الأممي تقول بأن الواردات التي دخلت إلى ميناء الحديدة خلال الفترة الماضية أكثر من 3 مليون طن مواد غذائية، 387 ألف طن مواد طبية، واستقبل ميناء الصليف خلال الفترات الماضية 3 ملايين طن مشتقات نفطية، وهناك نصف مليون طن من مواد البناء. تصوري أنه يتم إدخال مواد بناء إلى بلد يخوض حرب، وهذا ليس له من تفسير سوى أن الميليشيات التي سطت وسرقت على سرقت أموال وثروة اليمنيين تقوم بعمليات إعادة غسل هذه الأموال المسروقة من خلال تجارة المواد البناء، وأيضا الشروع في تشييد البيوت والفلال وكثير من الأبناء. نعم، لكنك أيضا لم تجب علي أستاذ عبد العزيز، هذه الأرقام التي أوردتها فيما يتعلق بالواردات التي تدخل عبر ميناء الحديدة هي في الحقيقة تكذب فعلا يعني قصة الحصار المطبق على اليمن من هذا الميناء، لكنك لم تجبني فيما يتعلق بالحلول البديلة لتدفق ودخول هذه المساعدات. كيف يمكن إدارة هذه الواردات من مكان آخر؟ سيدتي الكريمة، الأمم المتحدة لا تقبل حتى اللحظة بالإشراف على عملية إدخال هذه المساعدات. هناك طلب قدم من دول التحالف ومن السلطة الشرعية بالإشراف على هذه بالإشراف على الميناء وعلى تدفق المساعدات إلى الميناء، وبنفس الوقت أيضا طلب منها الإشراف على خلق وتطوير آلية من شأنها إيصال المساعدات التي تقول الأمم المتحدة إنها تقوم بإيصالها إلى اليمنيين، وهي ترفض هذا الأمر. هناك بدائل طرحت من أجل إذا كانت الذريعة فقط إدخال المساعدات إلى اليمنيين كما يقولون، فهناك ميناء كبير ومهم وفيه مزايا كثيرة، هو ميناء عدن وهو جاهز وعلى استعداد تام لاستقبال مساعدات الأمم المتحدة وحتى الواردات التجارية. بيانات هذا الميناء خلال السنة الماضية تقول بأن هناك بحدود 300 ألف حاوية وصلت إلى الميناء، 90 إلى 95% من هذه الواردات كانت تخص المحافظات الشمالية، بمعنى أنها مضت بسلاسة إلى تلك المناطق، وإذا ما واجهت صعوبات فهي محدودة جدا ولا تكاد تذكر. مع ذلك الأمم المتحدة لديها علاقة غريبة وحالة غرام مشبوهة مع ميناء الحديدة، لا تريد أن تمارس إشراف مباشر على هذا الميناء كمسؤولية واجبة على الأمم المتحدة للتدقيق في واردات البلد، سيما وأن هناك قرارا دوليا يتضمن نصا بحظر دخول أي سلاح للميليشيات، وبالتالي من واجباتها الأصيلة للأمم المتحدة أن تقوم بعملية الإشراف ومنع دخول أي أسلحة، ومع هذا هي لا تقبل وترفض القيام بذلك، ومع هذا تستمر في عمليات إصدار البيانات الرافضة لعملية استعادة الحديدة وصناعة ذرائع إنسانية هي بالضرورة غير موجودة على الأرض. الأمم المتحدة تتحدث عن مساعدات إنسانية، حتى الآن لا أحد يدري أين تذهب هذه المساعدات الإنسانية. الحديدة وأبناء الحديدة أنفسهم يتساءلون أين تذهب هذه المساعدات. هل شاهدت الأمم المتحدة تلك الصور المروعة للأطفال الشاحبين في منطقة التحيتة وهم يموتون جوعا خلال الفترات الماضية؟ هل شاهدت تلك الجلود المتقاعدة للنساء والأطفال وهم يصرخون من الجوع في الحديدة، بينما هناك ملايين مئات الآلاف من الأطنان تتدفق على الحديدة ولا يتم إسعاف هذه المحافظة وهؤلاء المنكوبون بهذه المساعدات؟ إذن الأمم المتحدة ماذا تريد بالضبط؟ هل هي تحاول إخفاء علاقات مشبوهة من نوع ما في طبيعة استغلال المساعدات؟ علينا أن نتذكر
بأن التحالف تحدث عن تقديم أكثر من 1.6 مليار دولار خلال السنة الماضية لمنظمات الأمم المتحدة، وحتى الآن الأمم المتحدة لا تفصح عن هذه المساعدات أين ذهبت. نعم. لمن قدمت حتى أنها لم تذكرها في تقريرها الأخير فيما يتعلق بالمساعدة التي تلقتها عبر المليار الواحد. نعم. بمعنى أين ذهبت بقية المبالغ التي تم الإعلان عنها طيب من قبل التحالف؟ طيب أستاذ عبد العزيز، إذا ما انتقلنا إلى الجانب العسكري فيما يتعلق بهذه المعركة، هل لديك تصور حول السيناريو العسكري لإنجاز هذه المعركة بأقل الخسائر، خاصة والجميع يعرف بأن الميليشيا، يعني زعيم الميليشيا قد أعلن عن تحشيد كبير باتجاه محافظة الحديدة، إضافة إلى كم هائل من الألغام التي تم زرعها على امتداد الساحل الغربي وداخل الميناء؟ يعني هناك أيضا حديث عن خبراء إيرانيين تم استخدامهم لهذا الغرض، هل تعتقد فعلا بأن التحالف والشرعية قادرين على إنجاز المعركة العسكرية في أقل وقت وأقل كلفة؟ زميلتي العزيزة، أنا لست خبيرا عسكريا حتى أتصور ما هي الطرق البديلة لشن حرب واستعادة ميناء ومنطقة حيوية تتشبث بها الميليشيات بكل الطرق. أنا أتحدث عن عملية يفترض أنها ليست بغرض الاستعادة ميناء حيوي فقط، بل يفترض أنها عملية إنقاذ إنساني. إذا كان هؤلاء الناس سيموتون جوعا وهم في قبضة الميليشيات التي تستخدمهم الآن رهائن وتستخدم متاعبهم بهذا الشكل، فأعتقد بأن أسوأ هذه الحلول هو أن يتم تحرير هؤلاء كما يتم تحرير أي مختطفين. وعادة مثل هذه العمليات يتخلى لها مخاطر وصعوبات كبيرة وسيسقط ضحايا كثر، لكن السؤال لمصلحة من إطالة أمد هذا الصراع؟ نعم، وهذا هو السؤال أستاذ عبد العزيز، يعني عندما أسألك أنا عن السيناريوهات العسكرية في حلقة اليمنيين، نعم أستاذ عبد العزيز، من يريد لهذه الميليشيات أن تستمر بهذا الشكل لتضرب وتدمر وتقتل وتصادر حتى مستحقات البسيطة لليمنيين؟ اليوم الميليشيات، نعم، لكن أستاذ عبد العزيز عندما طرحت عليك السؤال المتعلق بحسم معركة عسكرية اليمنيين كبديل لكي يواجهوا هذا الظلم الفادح وهذه الغطرسة المهينة بحق السوية الإنسانية. نعم. عبد العزيز، عندما طرحت عليك السؤال المتعلق بالحسم العسكري، والأمر متعلق فعلا بالمخاوف التي يطرحها الطرف الآخر بأنه طالما ليست هناك خطط عسكرية واضحة وتجارب أيضا عسكرية سابقة للتحالف فيما يتعلق بحسم المعارك بوقت أقل، فهذا في الحقيقة فعلا يعني مدعاة للقلق والتخوف بأن هذا ربما تكون خسائره البشرية على المدنيين كبير في مقابل لا حسم عسكري كما يحدث في تعز يعني الآن. وأنا أطرح لك الآن نيابة، هذا الطرح نيابة عن الأستاذة ميساء التي لا زلنا ننتظر انضمامها إلينا من بيروت. أختي الكريمة، لا أحد مغرم بفكرة الحرب، أنت تعلمين والناس يعلمون جيدا أن هذه الحرب فرضت على اليمنيين وأن هناك ميليشيات طائفية تنظر لليمنيين باعتبارهم عبارة عن رعايا يجب أن يقوموا بأدوار محددة في إطار وظيفة خدمة من يعتقدون أنهم السلالة المقدسة للحكم والدعس على رقابهم. الحرب هي فرضت على اليمنيين، وأعتقد أنها حتى فرضت على المحيط العربي، وربما استثمرت في كثير من التقديرات الخاطئة لبعض الدول العربية خلال الفترات الماضية، وهي الآن أن الجميع يدفع ثمن هذا التقدير الخاطئ. ما يتعلق بمسألة المخاطر الناجمة عن أي عملية عسكرية، الحرب يا سيدتي ليست مزحة ولا هي لعبة أصلا حتى يضع الناس لها سيناريوهات مسبقة من أجل مثلا تأمين الناس بشكل كامل ونهائي بحيث لا يسقط ضحايا وإلى ما ذلك من هذا الكلام. معروف أن وثبت هذا عمليا أن عملية تحرير المناطق والمحافظات في اليمن كان مرتبط بدرجة رئيسية بقرار سياسي للتحالف العربي وطبعا أيضا السلطة الشرعية
كشريك في هذه المعركة بالضرورة كما نعم. إذن هو يحتاج فعلا لقرار سياسي. دعني أستقبل سيد عبد العزيز، أعتذر لمقاطعتك، دعنا نستقبل الآن ولو في الدقائق الأخيرة للبرنامج السيدة ميساء الشراكة مع التحالف العربي التي انضمت إلينا الآن من بيروت في هذا الشأن. نعم الضغوط سيد عبد العزيز سأعود إليك. أرحب الآن بسيدة ميساء شجاع الدين، أهلا بك أستاذة ميساء، وأعتذر منك ومن المشاهدين الكرام لتأخرك في الانضمام إلينا لأسباب الطقس في بيروت. بداية أستاذة ميساء مرحبا، كنا نتحدث عن ميناء الحديدة ومعركة ميناء الحديدة، ضرورة السياسية والمخاوف الإنسانية، أنت لديك موقف فيما يتعلق بهذا الأمر، تفضل أستاذة ميساء. أنا لدي موقف أنه بشوف في فتح جبهات، يعني فتحت جبهة تعز بحجة أنها سوف تستنزف الحوثيين أثناء ما هم كانوا في الجنوب، لكنها لم تتلقى أي مساعدات لإنهاء هذه الجبهة وحسمها لصالح المقاومة، هذه أول جبهة. بعدين فتحت جبهة نهر، وأيضا نفس القصة، أنت الآن تتكلمي على أكثر من سنة من جبهة نهر مفتوحة وحالة استنزاف عسكري، لكن أيضا من الجبهات اللي هي في النهاية لم تنتهي بأي شيء بأي تقدم. حتى الآن إحنا بنتكلم على جبهة جديدة في الساحل الغربي. أولا الحديدة، أنت لما تتكلمي عنها تتكلمي على قرابة 2.5 مليون في الحديدة، وفيها هي ثاني أسوأ مدينة يمنية من في السلم الغذائي، يعني وهي تتعرض للمجاعة، فبالتالي في محاذير إنسانية كبيرة حوالين هذه المعركة، أنك تستحيها أيضا من غير استراتيجية عسكرية واضحة لحسمها. عندي شكوك أن التحالف لديه هذه الاستراتيجية. أولا هو يتحرك في منطقة ساحلية ظهره في مكشوف، الآن هو في المحا، إذا هو يريد تأمين ظهره فهو لابد أن يحرر تعز، لابد أن يحرر المناطق الجبلية التي وراء. حتى الآن إحنا نتكلم على جبل نار، اليوم عند الحوثيين غدا عند التحالف، لا زالوا بيتكلموا على جبل نار. أنت ما تقدريش تسيطري على السهل الساحلي بدون تأمين ظهرك في المناطق الجبلية، ولا في النهاية إذا سيطرتي على الميناء في النهاية أنت مضطرة أيضا تتعاملي مع الحوثيين لإدخال المساعدات والأغذية، أنت لا تستطيعي محاصرة البشر الذين يقعون تحت سيطرة الحوثي داخل الجبال. واضح أنه التحالف بيعاني من مشكلة في أنهم لا يمتلك قوات برية مدربة وعددها كبير بحيث أنها تستطيع دخول هذه المناطق الجبلية. وحتى أنت لما تتكلم على الساحل الساحلي الغربي تتكلم على مساحة واسعة، تتكلم على 1300 كيلومتر، فتتكلم على مساحة واسعة جدا، أخذوا قرابة شهرين حتى يسيطروا على ميناء المحا. فأنت لما تتكلم على ميناء المحا حتى وصولهم للحديدة، ومن أو إذا هناك قوات قادمة من الشمال وهناك قوات قادمة من الجنوب من ميناء المحا، فتتكلم على سيناريو مستمر لمدة شهور. طيب أستاذة ميساء، ألا تلاحظي بأن هناك تفاوت ويعني ومفارقة غريبة فيما يتعلق بموقف المنظمات الدولية فيما يتعلق بالمشهد العسكري والإنساني في اليمن؟ يعني لماذا نسمع هذا الموقف الإنساني أو الصوت الإنساني المرتفع فيما يتعلق بمعركة مرتقبة في الحديدة برغم كل التطمينات التي يقدمها التحالف وتقدمها الشرعية، مقابل صمت يعني مطبق أو مواقف خجولة جدا فيما يتعلق بتعز مثلا وهي تتعرض للقصف اليومي والحصار الحقيقي منذ عامين؟ هم طبعا هذه المنظمات الدولية من ناحية العسكرية هي في الآخر لا تمتلك أنها تغير شيء عسكري، لكنها تتحدث عن وضع إنساني. طبعا الحديدة مثل ما قلت لك هي بتعاني من وضع إنساني صعب، فمحاذير الإنسانية فعلا عالية. هل في مبالغة؟ هذا شيء آخر، لكن ما هي خطة الحكومة والتحالف في التعامل مع هذا الوضع الإنساني في التقليل من كلفته؟ في النهايه انت لابد ان تكوني حريصه. طيب التحالف طرح استاذه ميساء، التحالف نعم استاذه ميساء يعني اعتذر عن المقاطعه، لكن التحالف طرح خيارا بديلا على يعني على الامم المتحده وعرض عليها عرضا لاكثر من مره بان تشرف على حركه الميناء في الحديده، لكن الامم المتحده ترفض، كيف تفسري هذا الموقف؟ الذي اعرفه انه اولا البحر في اليمن مراقب من عده بوارج حربيه، فبالتالي لا توجد سفينة تدخل الميناء إلا بعد تفتيشها في جيبوتي، والذي يفتشها هي الأمم المتحدة، يعني هذا معلوماتي. فبالتالي بيحصل تأخر في وصول المواد الغذائية والأدوية، لكنها تصل في النهاية.
فكل شيء مراقب في ميناء الحديدة، يعني لا يوجد مشكلة. هناك حديث عن الرغبة في يكون في رقابة دولية على الميناء مباشرة وليس على ميناء جيبوتي، فهذه قصة أخرى. لكن حتى الآن الذي يحدث هو أن السفن تتحرك لميناء جيبوتي ثم تذهب إلى ميناء الحديدة بعد التأكد من خلوها من أسلحة أو مواد مهربة للحوثيين. فبالتالي الساحل البحري هو مسيطر عليه من قبل قوات التحالف وحلفائهم، سواء أمريكا أو مصر أو غيرها، يعني قوات التحالف عموما، يعني بشكل رئيسي هي الإمارات السعودية. هنا دعيني أحدثك عن شيء. أولا أنا برى أن الحرب فيها مشكلة أنهم ظهرهم غير مؤمن، فبتتكلم على غطاء جوي مستمر، هذا عملية صعبة جدا. القوات البرية التي لديهم ليس عددها كبير، فبالتالي العملية يبدو أنها عسكرية طويلة، وأخشى أنها جبهة استنزاف جديدة تكون نتيجتها هي تدهور الوضع الإنساني للمدنيين وليس حسم المعركة. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك خلاف ما بين السعودية والإمارات واضح وصريح في هذه المعركة. السعودية بالنسبة لها الشمال هو مجالها الحيوي، هي تركت الإمارات الجنوب، لكن مشكلتهم الآن هي في أيضا في مشكلة من ماذا بعد الحرب هذه، من سوف يسيطر على الميناء، من سوف يتحكم فيه. الإمارات لديها أجندتها والسعودية لديها أجندة مختلفة. السعودية طبعا أقل فاعلية عمليا لأنها تتسم بالفاعلية الضعيفة قياسا بالإمارات، الإماراتيين أكثر تنظيما وحتى في طريقة صرفهم لأموالهم أكثر شفافية وأكثر مراقبة لأموالهم، بينما السعودية تنفق الكثير وكثير من الأموال هذا يذهب في شبكات الفساد. طيب دعيني أطرح هذه المخاوف والملاحظات اللي طرحتيها على ضيفنا من تعز الأستاذ عبد العزيز المجيدي، لا أدري إذا كنت قد استمعت إلى ما طرحته الأستاذة ميساء. هي تحدثت عن نوعين من المحاذير والمخاوف، الأول يتعلق بالخطط العسكرية غير الواضحة بالنسبة للتحالف العربي، ومخاوفها فيما يتعلق بتحول الجبهة إلى استنزاف بشري للسكان كما وللأيضا والعسكريين كما هو حاصل في نهم وفي تعز. وأيضا تحدثت عن مخاوف من نوع آخر تتعلق بأجندة الإمارات والسعودية في هذه المعركة، ما رأيك؟ قلت لك في البدء بأن أي معركة تخوضها دولة أو سلطة أو سميها ما شئت هي بالضرورة يجب أن تأخذ باعتبارها تخطيط عسكري وقدرة وتدرس قدرتها على مسألة إمكانية أن تخوض هذه الحرب وأن تحقق أهدافها، بالإضافة إلى التحضير والاستعداد في الجوانب الأخرى المتعلقة بالجانب الإنساني. يفترض أن يكون هناك شكل من أشكال الترتيب للتبعات الحرب على السكان والتحضير لهذا الجانب. أتفق تماما مع كثير ما طرحته الأستاذة ميساء شجاع الدين بهذا الصدد. التحالف العربي واضح بأن لديه شكل من أشكال الرؤية الضبابية حيال كثير من الملفات داخل اليمن، وبنفس الوقت أيضا هناك وقائع لمعارك دارت في كثير من المناطق ظهر فيها وجهات نظر مختلفة بشأن الأولويات لهذه المناطق. أنا كنت أتحدث عن الحالة المثالية الممكنة في حالة البدء بإجراء عملية عسكرية قادرة على أن تحقق أهدافها بدقة، إذا لم يكن أحد قادر أو غير مستعد على للوفاء بالتزاماته تجاه أي معركة سواء فيما يتعلق بالجانب العسكري أو ما يتعلق بالجانب الإنساني، فأعتقد أن عدم خوضها أفضل من خوضها أيضا. لكن بنفس الوقت كان التحالف العربي لديه تجربة موجودة حصلت خلال الفترة الماضية في محافظة عدن، كانت محافظة عدن وهي مدينة أيضا مكتظة بالسكان، شهدت معركة شبه خاطفة تم من خلالها طرد الميليشيات وتطهيرها وتطهير كثير من المدن بعدها كلحق وأبيان وكثير من المناطق، والآن تمتد إلى ساحل المخا. هناك الكثير من الأسئلة بالفعل بشأن ما يتعلق بعملية الرمح الذهبي ولماذا تجنبت المرور بتعز المدينة والمناطق الريفية المتاخمة للساحل والتي بالفعل ستظل في النهاية عبارة عن منطقة مفتوحة تمثل ظهرا مكشوفا للتحالف في حال قرر الذهاب باتجاه الحديدة.
لتحريرها، وربما نعم وهذا ربما ما يبرر البعض بتشتيت التحركات العسكريه الان باتجاه معسكر خالد بن الوليد هي جزء من هذه الحمايه التي توفرها على كثير من الجبهات، بما يخفف عن قواته في مناطق الحديده والمناطق الاخرى على الساحل الغربي. نعم نعم استاذ عبد العزيز، اتحول بسؤال اخير لك استاذه ميساء. يعني طالما هناك أصوات ترتفع كلما بدأت التحالف العربي والشرعية بتحركات عسكرية، خاصة نحن نتحدث عن منطقة تمثل الرئة الأخيرة التي يتنفس منها الإنقلابيون، ما هو الحل إذن؟ يعني طالما وأن المخاوف بطبيعة الحال نحن في حرب، والحرب معروف لدى الجميع من الذي أعلنها ومن الذي يتحمل مسؤوليتها الأخلاقية، إذن ما الحل إذا كنا سنقدم المخاوف على الإنجاز والذهاب إلى استعادة الشرعية واستعادة الدولة؟ ليس هناك مشكلة في خوض حرب، المشكلة في خوض حرب بدون استراتيجية سياسية عسكرية واضحة، وخصوصا لما تخوضي معركة في منطقة كلفتها الإنسانية عالية. هذه مشكلتي، ليست مشكلتي هي خوض الحرب. خوض الحرب ليست هناك مشكلة، لكن إذا كنت تجاد حرر ظهرك ببساطة. يعني إذا أنت جادة في تأمين المخا حرري بعض، يعني كيف حتأمني مين المخا وتحافظي على المنطقة اللي انت سيطرتي عليها في المخا في وقت انت لازال ظهر المخا اللي هي تعز مكشوفة للحوثيين؟ يعني اعطيني مؤشرات انك جات في هذا المسألة، بخصوص انه التحالف لديه تجربة في عدن. هذه النقطة كنت حابة ارد عليها. اولا عملية تحرير عدن كانت مفاجأة، هذا غير حاصل في حديدة التي الآن تتجمع فيها الميليشيا وفي حشد كبير عسكري لها، لأنها بالنسبة لهم تمثل أهمية عالية، فبالتالي المسألة ليست مفاجأة. عدن كان في ترتيبات، يعني انسحب الحرس الجمهوري عمليا، هذه الترتيبات بين الإمارات وأحمد علي، فبالتالي كانت المواجهات مع الحوثي وكانت سهلة، ولأن الحوثي كان مستنزف، كان في مقاومة داخلية في عدن، فالحوثي كان مستنزف. أنا بتكلم على الحوثي بكامل جاهزيته في الحديدة، فبالتالي هم أيضا هم يستطيعون أن يحققوا نجاحات، الغطاء الجوي لديهم على مستوى الساحل، يستطيعون أن يسيطروا على الميناء، لكن ماذا عن الجبال؟ الجبال هي ظهرهم، والجبال ليست بالأمر السهل، وتحتاج إلى قوات برية كبيرة ومدربة. طيب أستاذة ميساء، السؤال هنا والذي يطرحه الكثيرون أنه لماذا يتطوع عدد من الباحثين والكتاب والناشطين في الحديث عن هذه المخاوف العسكرية؟ لماذا لا تكتفي النخبة السياسية والنخبة الحقوقية في الاتجاه نحو استعادة الدولة وهي الطريق للسلام في البلد وإنهاء كل الانتهاكات الإنسانية والحقوقية التي تحصل في البلد؟ أنا ليست لدي مشكلة استعادة الدولة، هذه ليست هناك مشكلة، لكن أنت لا تذهبي للحرب وأنت عمياء، هذه النقطة. الحرب أيضا الحق الآخرين أنهم ينتقدوا مساراتها العسكرية، أن ينتقدوا الأداء السياسي لمن يديرون هذه الحرب. أنا لما أشوف الأداء السياسي لهذه الحكومة أشعر بأن هذه الحرب ستنتهي إلى نتائج فوضوية، ليست إلى نتائج استعادة الدولة، لأننا أرى ناس. طيب ما الفوضى موجودة أستاذة ميساء، الفوضى موجودة بطبيعة الحال والنهب مستمر على مدار العام، لماذا تظهر هذه الأصوات عندما تتقدم الشرعية باتجاه الحسم؟ أنا معك الفوضى موجودة، والفوضى هي نتيجة طبيعية لحكم الميليشيا، هذا شيء مؤكد، هذا شيء أنا ما عنديش مشكلة، هذه ميليشيا، أنا لا أطالبها أنها تؤسس لي دولة ولا نظام ولا قانون. أنا بطالب الناس الذين يرفعون راية الدولة وراية استعادة الدولة أن يتصرفوا على قدر مسؤوليتهم. أنا أطالب الأحزاب التي تتصدر المواجهة السياسية ضد هذه الميليشيات أن تتصرف بقدر عالي من المسؤولية، ولكن لا أطالب الميليشيا بطبيعة الحال. لا يمكن أقول للحوثي والله يا حوثيين اتصرفوا بشكل قانوني، والله يا حوثيين احنا نحتاج منكم دولة، هذا مش منطقي. أنا طبيعي أني أوجه هذا الخطاب للهادي. نعم لكن هذا الطرح أستاذة ميساء يفهمه البعض بأن يعني ميليشيات ظلوا ممسكين ومسيطرين على منافذ الدولة. أشكرك جزيل الشكر أستاذة ميساء، وتحول بسؤال أخير أيضا للأستاذ عبد العزيز المجيدي، إذن ما هو أفق الحل السياسي أو حتى العسكري للبلد في ظل هذه المفارقة، مفارقة الضرورات السياسية والمحاذير الإنسانية، في أقل من دقيقة أستاذ عبد العزيز؟
إذا كان علينا أن نختار بين استمرار الفوضى إلى ما لا نهاية واختطاف البلد أيضا وإعادة بناء منظومة تعيد تفجير الصراع مجددا، وبين أن نذهب باتجاه استعادة الدولة وحتى إذا كانت الكلفة كبيرة، فأعتقد بأن خيار استعادة الدولة يبقى أيضا ضروريا وحتميا، لأن من شأن أي تسويات لا تفضي إلى إعادة بناء دولة حقيقية تقوم على أساس حصر امتلاك السلاح لا أعتقد أنها ستفضي إلى شيء بقدر أشكرك. ما ستعيدنا إلى دوامة القتل والاضطراب. كلفة اليوم، كلفة بقاء المحافظات المختطفة من قبل الميليشيات كبيرة للغاية على كل المستويات الإنسانية والاقتصادية، وإذا كان أيضا كلفتها ستستمر على هذه الشاكلة أعتقد أن أيضا المضي في خيار استعادتها بالشكل العسكري المنظم والمرتب والذي يعرف ماذا يريد أعتقد بأنه يجب أن يكون خيارا ضروري. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد العزيز المزيدي، كما أشكر ضيفتنا من بيروت كانت معنا الأستاذة الكاتبة والباحثة ميساء شجاع الدين. أشكركم أعزائي المشاهدين على متابعتنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي. في الختام أنا أسوان شاهر ومنتج البرنامج كمال حيدر، ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.